أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا
طلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.